إذا مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. بعد التعادل المخيب الأمال فريق الوليد البيضاوي، بعد الهزيمة أمام اتحاد طنجة الممرة، واليوم اللي زاد طينا بالله التعادل أمام يوسف ياش برشيد اللي خلى الجماهير الوليدية غضبات اليوم، وشفنا الحالة اللي دارت في التيران، وشفنا الريتم باش اليوم كانوا كيشجعوا قبل المقابلة وبعد المقابلة. للأسف خيبوهم اللعابة، للأسف خانوهم اللعابة كما يقولوا الجماهير. اليوم معنا جمهور واحد من الجماهير الوليدية عفوا اللي غيمثل شنو وقع في تيران، واللي غيحكي من منظور ديالو الخاص كودادي وشنو كان كيتمنى في الوداد وشنو وقع الوداد هذا العام. هذا خويا السلام عليكم. السلام عليكم. واش هذا التعادل كيشرفك انت صراحه؟ ما تعادل مخيب، النتائج الاخيره للفريق الوداد خيبه الظن ديالنا فيه من بدايه السنه لدابا. ما كناش كنتمنوا فريق الوداد بهذه النتائج الخيبه اللي تعرضنا لها من طرف فريق اللعابه. ماشي هذا هو النيفو ديالهم، وفريق الوداد كفريق عامه ماشي هذا هو النيفو ديالو، لا في داخل ارض الوطن ولا في خارج ارض الوطن. كما تعرفوا بلي كبير افريقيا كما تنقولوا، كما الانديه كما كتسميو نتوما جماهير الوداديه. إيه. شفنا بلي المركز الخامس للوداد العام في البطوله. كما قلت لك مركز غير مشرف بمره الفريق كان كفريق الوداد. الوداد المرتب كتكون في الوقيته هذه بريميان. بريميان دوزيام الى كان البطوله الوقيته. ضامن البطوله. اي. شو السبب الرئيسي لهذا الشيء؟ السبب بالنسبه اللاعبين، اختيارات المدرب، مستوى ديال اللاعبين ماشي مستوى اللي يستاهل بنادم يلعب فيه في الوداد. واخا جابوا انت دابا واخا كاين واحد التركيبه جديده جات، ما شفناش اضافه ديالهم في الفريق، كاع ما شفنا كاع الاضافه ديالهم هاد اللعاب. وحتى اللعاب اللي درنا فيهم الثقه وقلنا راه غيفيدوا الفريق ما جابش. هاد العام ما دير والو؟ ما نضمنش مقارنة بالسنوات الماضية. يعني باقي لقب واحد غير تنافس عليه هو 15 حاليا. هو اللي كاين. هو اللي كاين. شفنا اليوم الجمهور غضب بزاف. بزاف كاع. شفناك عاد بزاف. بزاف. يعني هذا الغضب ديال الجماهير واش تقدر يكون شحنة إيجابية للفريق اللي يقدر يجي بها لقدام بأنه يبقى غادي وكيهبط؟ كنتمناو، حنا كنتمناو الفريق يزيد قدام، حنا كمشجعين وكفدائيين نقولوا. كنتمناو الفريق يزيد قدام من النتائج المقبله ان شاء الله في المباريات القادمه. باقي غتمشي للوداد تيران تشجع الوداد؟ ان شاء الله باذن الله. ديما الوداد. ديما الوداد. ديما على الوداد. ديما على الوداد. التركيبه البشتي ديال الوداد هذا العام في نظرك واش فيها الخلل في المدرب ولا في الانتدابات ديال اللعاب؟ كما قلت لك اختيارات ديال المدرب عرضت اللاعبين بزاف ديال الضغط وسط المباريات، و لعابه ما تحملوش الضغط ديال المباريات، شي اللي جاب الله. بالنسبه للانتدابات الجديده باقي ما شفناش الاضافه اللي كنا كنتسناو، لا من ناحيه الاطاك لا من ناحيه الديفونس والو، باقي ما شفناش داك الشيء اللي بغينا. انت معاق ولا رحيل المدرب ما نكذبش عليك، الا كان غادي يزيد الفرقه لقدام حنا نبغيو يبقى، ولكن الا كان غيبقى النتائج مخيبه للظن بحال هكا فكنتمناو الرحيل ديالو احسن. الى رحل رمضان درتي شنو انت كوداديه وكواحد انسان كيفهم كره القدم، شكون هو المدرب اللي كيبان لك انسب انه يمثل الوداد واللي شنو في الظرفيه الصعيبه الظرفيه اللي حساسه؟ ما نكذبش عليك انا كنرشح حسين عموشة كمدرب الوداد. ما هو قاعد ويرجع يشد الوداد ان شاء الله، رغم انها كاين حساسيه، رغم انها كاين ضغط كبير على الوداد حاليا، انك تشدوي في الظرفيه شويه صعيبه القضيه. كمدرب هاوي كما كنقولوا صعيبه، اما بالنسبه للمدرب كعم وشفا كان انا متاكد كنشيق بلي غادي يزيد بالوداد قدام الى جاي ان شاء الله. شو رسالتك للمكلفين شادين الوداد؟ حنا كنتمناو في البرنامج، حنا كنتمناو الوداد تزيد لقدام، ما بغيناش الوداد تبقى ترجع للور. حنا ما عمرنا ما شاهدنا على